صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا. وهذه جولة مع صاحبة الجلالة والسعراد لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وموضوعات كثيرة ومتنوعة. نبدأ معكم هذه الجولة الصحفية من صحيفة الأخبار، ومن الصفحة الأولى منها: السيسي يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب. للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الأستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ سيد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا أستاذة أمل، تحياتي لك ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. كيف يعني تتابع وتقيم العلاقات المصرية الأمريكية في المجالات المختلفة، وكيف أيضا ترى في المقابل النموذج المصري في مكافحة ومجابهة الإرهاب في ظل اشتعال المنطقة بالصراعات والحروب المختلفة؟ العلاقات المصرية الأمريكية كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي شراكة استراتيجية امتدت على مدار أكثر من 4 عقود، وكان لها دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تشمل مجالات متعددة، سواء على الصعيدين الأمني والعسكري أو الصعيد الاقتصادي والتجاري، وكذلك هناك علاقات ثقافية قائمة وقوية بين البلدين. لقاء الأمس تناول عدة محاور، تناول محور العلاقات الثنائية بين البلدين، المحور الثاني كان مستجدات القضايا الإقليمية وأزمات المنطقة في ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، المحور الثالث كان قضية سد النهضة باعتبارها تحولت إلى قضية دولية يجب أن يقوم المجتمع الدولي فيها بدور من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة طبعا إلى القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الأم في كل أزمات الشرق الأوسط. كيف يمكن يعني البناء على هذه العلاقة الاستراتيجية كما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز وتدعيم وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين من جانب، وأيضا في إحداث ربما حالة من التوافق والاتفاق في الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا العربية والإقليمية بشكل عام؟ البناء عليها يتم بالتنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين، وتجنب حدوث أي خلافات حتى لو كان هناك خلافات في وجهات النظر. إذا تحدثنا عن القضية الأساسية المطروحة الآن في معظم اللقاءات، وهي قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خليني هنا أشير إلى أنه أصبحت الجماعات المسلحة هي التي تحرك الأحداث في الأزمات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. الجماعات المسلحة هي التي تحرك الأحداث في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في العراق، وهذه الجماعات المسلحة لا تتحرك بمفردها، إنما تقف وراءها دول وأجهزة مخابرات تمدها بالأموال وبالسلاح وبمراكز التدريب إلى آخره. وبالتالي فيجب أن يتم هناك تعاون دولي بين الدول الكبرى والدول الإقليمية للتصدي لهذه الجماعات المسلحة التي ترتكز على فكر متطرف لا سيما ان هو بيعبث بعقول الشباب. طيب اذا استاذ سيد، يعني فيما يتعلق باهميه ان تكون هناك جهود على المستوى الدولي او مؤتمر دولي يعقد لمكافحه ومحاربه ومجابهه الارهاب، لابد في البدايه التوافق على مفهوم ومسمى الارهاب حتى لا يختلط الحابل بالنابل فيما يتعلق باختلاط المفاهيم والمعايير والمسميات، يعني ما بين المعارض وما بين المعارض الذي يحمل سلاحا. في كل الأحوال لابد ألا يتم تصنيفه بأنه معارضا للرأي، معارض الرأي يحمل القلم وليس السلاح. إذن كل دولة تقيم الجماعات الإرهابية وفقا لأجندتها الخاصة ووفقا لمصالحها. إذن طالما لا يوجد توافق واتفاق حقيقي على محددات مفهوم مسمى الإرهاب، كيف يمكن أن نواجهه أيضا في المقابل؟ أشكرك على هذا السؤال. تعريف الإرهاب في عبارة بسيطة هو تعطيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. كل من يعطل قرارات الشرعية الدولية فهو يرعى الإرهاب، والدولة التي لا تنفذ قرارات الشرعية الدولية هي دولة إرهابية.
يجب أن تسود قرارات الشرعية الدولية في كافة القضايا، وإلا سيتحول المجتمع الدولي إلى غابة تستبدل فيها قرارات الشرعية الدولية بشريعة الغاب، ويصبح القوي هو سيد الغابة. وبالتالي حتى يبقى المجتمع الدولي مجتمع إنساني، يجب التنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتعاون في من أجل تنفيذها. ده تعريف الإرهاب من وجهة نظري. إذا حضرتك أردت التطرق إلى قضايا أخرى تناولها لقاء الأمس، يعني ربما حضرتك اتكلمت على كان في ثلاث محاور أو أكثر من يعني زاوية تم التطرق إليها، فنتوقف عند القضايا العربية في المنطقة والأزمات المشتعلة للأسف في ليبيا، في سوريا، في العراق، في اليمن، ويعني الحرص الأمريكي على الاستماع إلى الرؤية المصرية في التعاطي والتعامل مع هذه الأزمات والقضايا العربية. يأتي الحرص الأمريكي من الدور المصري المحوري الذي أصبح عاملا أساسيا للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية ومصر هناك توافق بينهما على تعزيز التنسيق من أجل إنجاح العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر القادم. بالنسبة للأوضاع في مختلف المنطقة العربية هناك أيضا تشاور وتنسيق بين مصر من أجل إنهاء هذه الأزمات. إذا انتقلنا إلى قضية سد النهضة، تم التباحث بالأمس على آخر مستجدات هذه القضية على ضوء البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الذي يطالب الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا بضرورة التوافق والتوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني وشامل ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في لقاء الأمس أن مصر لن تقبل أبدا أي مساس بحقوقها المائية. القضية الثالثة اللي أنا عايز أركز عليها برضو في هذا الوقت القصير هي القضية الفلسطينية. مناسبة زيارة سوليفان إلى المنطقة في هذا التوقيت هو الإعداد لبدء أو الاستئناف العملية السياسية واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عدة خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، سواء من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في كافة المناسبات بأن حل الدولتين هو الحل الشامل والأساسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حل الدولتين. الولايات المتحدة بتعيد فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدت افتتاح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية. هناك تحرك وزخم أمريكي للدفع نحو استعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. في هذا الشأن لا يمكن أبدا الاستغناء عن الدور المصري، لأن الدور المصري أساسي ومحوري في القضية الفلسطينية منذ ظهرت في عام 1948. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بالأمس على ضرورة حل القضية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. سوليفان أشاد بالدور المصري في تهدئة التوتر في قطاع غزة وإنهاء وقف إطلاق النار في مايو الماضي بعد الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة، وكذلك مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة. صحيح، في كل الأحوال مصر كانت وما زالت مهمومة بالقضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي على هذه المشاركة والمداخلة معنا. وننتقل إلى المصري اليوم، ومن الصفحة الأولى منها: منع دخول العاملين المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا. مصر تستقبل 1.6 مليون جرعة من فايزر اليوم وأولوية للمسافرين. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل الوزراء بإصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل بي سي آر كل 3 أيام، وفقا لكتاب دوري صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين من صدور هذا القرار.
بننتقل من المصري اليوم إلى الجمهورية ونطلع منها توجيهات رئاسية بتنظيم عام دراسي آمن للطلاب والمعلمين. في كل الأحوال هذه التوجيهات بعناية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك إجراءات واستعدادات وتجهيزات تجري على قدم وساق لاستقبال العام الدراسي الجديد وتقديم كل أشكال التسهيل والتيسير على الطلاب في الالتحاق بالعام الجديد، الحصول على الكتب، في دفع المصروفات، في تنظيم السنة الدراسية وفقا طبعا في المقابل لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة لفيروس كورونا. بننتقل من الجمهورية إلى الأهرام، ومن الصفحة الثالثة منها المونوريل يسابق الزمن، أكبر خطوط العالم بطول 98 كيلومتر عبر شبكة متكاملة يستخدمها المواطن دون الحاجة لوسيلة سطحية. طبعا هذا المشروع الكبير والعظيم حقيقة يعني محتاجين نحن نعرف عنه تفاصيل أكتر، وإلى أي مدى سيساهم في إحداث نقلة حقيقية في شبكة الطرق والمواصلات بما يليق بوجه مصر الحضاري. معنا الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. يا دكتور حسن صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. زي ما قلنا المونوريل يسابق الزمن، ويعني هذا المشروع الكبير والضخم والعملاق من أجل التسهيل والتيسير على المواطن المصري. في كل الأحوال يعني هذا المشروع من المفترض أن يحدث نقلة وقفزة وطفرة كبيرة جدا في شبكات الطرق والمواصلات في مصر بشكل عام. كيف ترى هذا المشروع؟ المشروع زي ما حضرتك اشرتي من مشروعات النقل الجماعي الهامه جدا اللي هيكون ليها دورها في سرعه اعمار وتنميه المناطق اللي بيمر بيها المونوريل، وخصوصا المدن العمرانيه الجديده وعلى راسها العاصمه الاداريه. مونوريل العاصمه الاداريه طوله لوحده 65 كيلو، 21 محطه علويه. مونوريل اكتوبر هيربط اكتوبر بزايد مناطق محافظه الجيزه حوالي 35 كيلو طوله. فهذه الشبكة هتكون ليها دور كبير من التفعيل والتعظيم سرعة انتقال المواطنين إلى المدن الجديدة، هتخفف الأحمال المرورية على شبكة النقل البري أو النقل السطحي. وكما أشرت حضرتك المونوريل هو القطار المعلق، هيكون معزول عن الحركة السطحية، وبالتالي لا يدخل في تأثير الازدحام والتقاطعات والتأخيرات المرورية. هيكون ليه دور على تحقيق سرعة انتقال الركاب من مناطق مدينة نصر إلى المدن الجديدة انتهاء بالعاصمة الإدارية. ده هيكون ليه تأثير إيجابي خصوصا مع اتجاه الدولة في نقل الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في القريب إن شاء الله. فبالتالي وصول وعودة العاملين في هذه المصالح والوزارات سيكون بشكل يسير، علاوة أن تجربة مصر في المونوريل أخذت في اعتبارها كل تجارب الدول السابقة. أنا استخدمت المونوريل في تايلاند وفي ماليزيا، ووسيلة حضارية جميلة، لأن في كوالالمبور من مطار كوالالمبور لحد وسط البلد 35 دقيقة بالمونوريل، بينما لو شبكة النقل السطحي سواء تاكسي أو أتوبيس ممكن تاخد ضعف هذا الرقم. صحيح. أو ضعف هذا الوقت، وبالتالي فهيكون للمونوريل مربوط وهيكون ليه كمان اثر بيئي لانه هو جر كهربائي، وبالتالي الانبعاثات والتاثير البيئي هيكون اقل. جميل جدا يا دكتور حسن. ايضا كمان في المقابل شايف ازاي الحرص على تطبيق الاكواد العالميه والمعايير الدقيقه لمراعاه ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه في هذا المشروع القومي العملاق. يعني احنا في المعايير التصميميه انتهينا من او بدانا من حيث انتهى الاخرين، فبالتالي خدنا كل الاعتبارات الحديثه والتكنولوجيا الحديثه في طبعا محطات المونوريل. للمشاهد الكريم هي كلها علويه لان المسار كله علوي، ما بيبقاش فيه محطات على الارض خالص، فبيبقى فيه كل المحطات مجهزه بسكليترز سلالم متحركه او بالمصاعد الكهربائيه، ممكن المصاعد لكبار السن وذوي الهمم، ويستطيعوا الوصول الى رصيف المونوريل بشكل امن وسريع.
أكواد الأمن والسلامة محققة، والمعايير العالمية محققة، والشركات اللي اشتركت معنا شركات عالمية لها خبرة في هذا المجال، وبالتالي إن شاء الله تعالى يخرج قريبا للنور هذا المشروع بأكبر قدر من التكنولوجيا الحديثة يستفيد منها المواطن المصري. وأعتقد أيضا في المقابل يا دكتور حسن، يعني في خطط أو سيناريوهات لوضع حلول فورية ربما للتعاطي والتعامل مع أي تحديات أو عراقيل ربما تواجه التنفيذ خصوصا في المرافق الحيوية. يعني هو المونوريل كان فيه كثير من التحديات اللي تغلبنا عليها، أنا قلت مش وقتها نتحدث عنها، لكن المرافق وتحويلاتها، وفعلا تم بالفعل إجراء بعض التحويلات المرافق للأعمال الإنشائية للمونوريل، وتم التغلب على هذه الصعاب. كمان أثناء التشغيل في خطة تشغيلية وفي معايير أمان للتشغيل، وفي برضو خطط للطوارئ لو في أي أعطال حدثت أو خلافه. فخلينا نشوف إن شاء الله التجربة على أرض الواقع، هي تجربة جديدة على المواطن المصري، لكن اللي منا سافر بره واستخدم مثل هذه الوسيلة هي وسيلة ناجحة واختيار جيد من الحكومة المصرية، لأنها هتكون يعني وسيلة نقل جماعي بتحقق سرعة ربط المدن العمرانية الجديدة بباقي أنحاء القاهرة الكبرى، وهيكون ليها مردود إن شاء الله تعالى جيد في سرعة أعمار المدن الجديدة وسهولة الوصول إليها. طيب حقيقة معنا يعني كذا عنوان محتاجين تعقيب حضرتك عليه فيما يتعلق بالمونريل، وأنه يسابق الزمن بطبيعة الأحوال، شبكة مترابطة بمحطات تبادلية مع مترو الأنفاق والقطارين الكهربائي الخفيف وفائق السرعة لخدمة جميع المواطنين، وأربعة مراحل لتصنيع القطارات وتشغيلها بعد اختبارات، والتذكرة ستكون بسعر تنافسي وعادل. يعني هو مجموعة كبيرة من الأخبار، كل واحدة منهم عايزة حلقة، لكن خلينا أقول يعني إطلالة سريعة على يعني أهم ما توقفت عنده في هذه العناوين يا دكتور حسن. لو علقنا بشكل سريع هنقول إن ترابط محطات المونوريل مع محطات القطار الكهربائي الخفيف وفائق السرعة ومحطات مترو الأنفاق ده يأتي في إطار توجه الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس بضرورة تكاملية وسائل النقل العام والجماعي. فهيكون في هاب ستيشنز أو محطات مركزية يستطيع منها المواطن أنه ينتقل من القطار الكهربائي الخفيف اللي هيربط العاشر من رمضان بمدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستطيع أن ينتقل من الـLRT أو القطار الكهربائي الخفيف إلى المونوريل، أو من القطار السريع إن شاء الله عند إتمام المرحلة الأولى منه. إحنا شغالين في المرحلة من العلمين إلى مرسى مطروح بطول حوالي 660 كيلو، يستطيع المواطن التنقل من خلال هذه المحطات المركزية اللي بنقول عليها الهاب ستيشن من وسيلة إلى أخرى، ودي بتسهل على المواطن إن ما يكونش فيه يعني الحاجة إلى وسيلة مواصلات إضافية. أنا بطلع من القطر بركب المونوريل، أو بطلع من المترو أركب المونوريل، من المحطات اللي هي أقدر أبدل فيها من وسيلة إلى وسيلة أخرى. فيما يخص تسابق الزمن لإنهاء المشروع، طبعا الدولة بتشتغل بكافة أجهزتها وبالقوى الفنية والبشرية اللي موجودة على إنهاء هذا المشروع على أعلى جودة وفي أقل وقت ممكن إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والمشاركة معنا. ونستكمل بشكل سريع وهذه الإطلالة على يعني أهم العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح من المصري اليوم. الحكومة تستعرض مؤشرات البنك الدولي الإيجابية للاقتصاد. أيضا بننتقل من المصري اليوم إلى الجمهورية، ومن الصفحة الخامسة منها غدا ختام معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية تحت الشعار قريبين ولو بعيد، إقبال كبير من المواطنين على المنتجات والقباج. المعرض يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة للاستمرار في السوق. من الجمهورية نعود مرة ثانية إلى المصري اليوم، ونجلاء بودن أول امرأة تترأس الحكومة في الوطن العربي، والرئيس التونسي سنعمل معا للقضاء على الفساد. طبعا دي من الأخبار الجميلة والإيجابية، فكرة أن تكون امرأة للمرة الأولى في المحيط العربي تتولى رئاسة الوزراء أو تتولى الحكومة، خاصة
يعني في ظروف دقيقة وحساسة جدا بتمر بها تونس، ده شيء حقيقة بيدعو للفخر، وبنتمنى لها التوفيق والسداد في هذه المهمة الكبيرة والعظيمة في ظل هذه الظروف الدقيقة اللي بتمر بها تونس، وبنتمنى لأهالينا في تونس كل السلامة والتوفيق في هذه المرحلة الحالية. دي حياة كانت إطلالة سريعة لأهم وأبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وأزمات وموضوعات كثيرة ومتنوعة، متواصلين معاكم في هذا الصباح، ولكن على رأس الساعة نتوقف ونتابع موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. We'll be right back.